أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا نسي المصلي سنة من سنن الصلاة مثل أن يجهر في الركعة الثالثة أو غير ذلك، هل يجب في حقه سجود السهو أم يستحب أم ماذا يفعل؟ يستحب سجود السهو إذا ترك سنة أو جهر في موضع إسرار أو أسر في موضع جهر، هذا لا يجب عليه سجود السهو، لكن إذا سجد من باب الاستحباب فلا بأس.